السلام عليكم. عندنا هاي المسألة، هاي المسألة كثير سهلة. يعني بقول لي أترك از هولينج 300 كيلوغرام لوج اوت، يعني عندي بتراك ساحبة معي كتلة 300 يوزنج ا وينش اتاتش تو ذا باك اوف ذا تراك، اللي هي يوزنج وينش، اللي هي هاي معناها شرحها الرسمي. نوينج ذات ذا وينش ابلايز ا كونستنت فورس 2500 اند ذا كوفيشنت، يعني انا في عندي قوة فورس 2500 اللي هي قوة الحبل، and the coefficient of kinetic friction between the ground and the log is 0.45. معطيني coefficient of friction، بقول determine the time for the log to reach a speed نص. تمام، فبالتالي شو بستفيد من هذا الاشي؟ كانوا طلب مني زمن وانا بشتغل سرعات ومعي قوة، معناته انا ما الاشي الوحيد اللي بدمج بين هالثلاث هو الامبلس، درس الامبلس. بعدين احنا ثاني شغلة، دائما الزمن هذا اللي بده اياه اللي هو الزمن لحد ما يوصل نص، بس احنا العرباية قاعدة بتمشي وبتلامس الارض، فكونه في كونتاكت برضه في عندي درس الامبلس. فبالتالي بعمل معادلة الامبلس لمين؟ بعمل معادلة الامبلس للجسم اللي بيتحرك، بقول لك هاي التنشن فورس وهاي النورمال فورس، وعندي هاي الوزن كوساين ال20، وعندي هاي وزن ساين ال20، وكونه في احتكاك بالتالي عندي احتكاك، الجسم بيطلع لفوق فالاحتكاك لتحت اللي هو ميو كي في النورمال فورس. تمام، هاي الفريكشن. تمام، شو بسوي هسه؟ بطبق كالعادة ام 1 في 1 زائد امبلس 1 2 بتساوي تي 2، بساوي ام 2 في 2. تمام، دائما الامبلس حكينا بنشتغل اكس وبنحسب واي، بنحسب قوة على الاكس وقوة على الواي. طب بخصوص الاكس بقول لك ما في داعي تحسب الاكس برضه، او ممكن تحسب اكس وواي، او ممكن بهاي الحالة تحسب اللي باتجاه الحركة والعمودي على الحركة. طب خلينا نجي لمع الحركة، الحركة كيف جاية؟ محور مايل، فبشتغل محاور مايل، يعني محور اكس ومحور اكس المايل. يلا V1 V1 ما في عندي انا سرعة، ما في انا عندي سرعة او هاي على اكس. تمام، خلينا نشتغل على اكس. فين عندي انا M1 V1 زائد امبلس 1 2، في عندي تي ضرب تي ضرب الزمن، يعني معطيني الزمن بده الزمن، ناقص الوزن ساين ال20 برضه في الزمن تي، وبرضه ناقص الفريكشن في الزمن تي. شو بده يساوي؟ بده يساوي ام في 2. الام معي 300 وفي 2 كم؟ في 2 اللي هي نص. فعندي هون زمن، مين المجهول عندي؟ عندي بس الزمن. خلينا نشوفه بلا كيف حاله، حاسس انه في ايرور. من اف واي طلع النورمال فورس، من اف واي طلع النورمال فورس 100% وعلى الاكس دايركشن طبق اللي انا حكيته. هيو 100% الجسم بتحرك، سرعته الابتدائيه يعتبرها صفر، انه زي ريست زي ما تقول. تي في تي، ايوه تي كابيتال في تي اللي هي التنشن ضرب التي، ام جي في تي ساين ال20 اللي هي الوزن ساين ال20 في الزمن، ناقص الفريكشن. شو بيساوي؟ ام في 2 زي ما انا قلت، عوض التي 2500، عوض الام، عوض الميو كي، عوض الجي، عوض في 2، فضل الزمن. الزمن كم؟ 100. اي الزمن طلع 0.603، يعني زي ما حكيت تطبيق امبلس مباشر. ليش؟ لانه طلب زمن.